السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في المراجعة المركزة والشاملة الخاصة بمادة اللغة العربية. وصلنا إلى المفعول المطلق. أول شيء، المفعول المطلق هو اسم منصوب يذكر بعد الفعل ويكون لفظه مشتملا على حروف الفعل. خلوها بالكم، يعني المفعول المطلق هو منصوب، يعني احنا عندنا باللغة العربية بالنسبة للصف السادس ابتدائي عندنا مفعول به، عندنا مفعول فيه، عندنا مفعول مطلق. المفعول المطلق هو يجي من لفظ الكلمة، من لفظ الفعل، يعني فهمت الدرس فهما، شوفوا يصير منصوب دائما. صبرت صبرا جميلا ودقت الساعة دقتين. قد يكون المفعول المطلق شنو؟ قد يكون المفعول المطلق لتوكيد الفعل إذا ما لقينا بعد كلمة. قد يكون لبيان نوع الفعل، شوفوا صبرا جميلا، كيف صبرت؟ صبرا جميلا. أو يكون عدد مراته، دقت الساعة دقتين، انتبهوا، قرأت الدرس قراءتين لازم أقول، مو أقول مرتين، لا، لازم اثنين بس يكون من لفظ الفعل. زين، نجي على التمرينات. التمرينات اللي موجودة عندنا، استخرج من النص التالي كل مفعول مطلق ثم بين نوعه. اشتهر العراقيون اشتهارا بالكرم والشجاعة والتضحية في كل شدة يتعرض لها أي جزء من العراق العزيز، وهم يبذلون المال بذلا ويضحون بالأرواح تضحية الشجعان كلما دعت الحاجة إلى ذلك. شوفوا، اشتهر لتوكيد الفعل، بذلا لتوكيد الفعل، تضحية الشجعان لبيان نوع الفعل، لبيان نوع الفعل. عادة لبيان نوع الفعل إذا شفتوا بألف لام اللي بعده، خل شوي هنا نوقف، خل شوي نوقف هنا، شوفوا تضحية الشجعان إذا شفتوا بعد الألف واللام تعربوه وهو مضاف، وهذا مضاف إليه مجرور بالإضافة. إذا شفتوا منصوب، منصوب مثل هنا الكلمة صبرت صبرا جميلا، ينعرف صفر، ينعرف صفر. زين، زرت المريضة، زرت المريضة شنو؟ زيارتين. لازم أقول زرت المريضة زيارة، أو زرت المريضة زيارتين إذا أجيب أنه قرأ الطالب. يقول أكد الجملة الأولى بالمفعول المطلق، أقول زرت المريضة زيارة، هذه فقط مفعول مطلق أكد، هذا يفيد التوكيد. ورع باء يقول أضف إلى الجملة الثانية مفعول مطلق يبين عدد مرات الفعل، يقول قرأت الدرس، قرأ الطالب الدرس قراءتين. بينما إذا يريد يضيف نوع بيان الفعل، أقول قرأت الطالب، قرأ الطالب الدرس قراءة جيدة، أو قراءة جميلة، أو قراءة صحيحة. زين، أجي هنا أنا يقول ضع خط تحت الفعل وخطين تحت المفعول المطلق. يسير التقدم في البلاد سيرا حديثا، يدافع العراقيون عن وطنهم دفاع الأبطال. شوفوا، قفز اللاعب قفزتين، اعرف ما يأتي. آمن العراقيون بالوحدة إيمانا، آمن فعل ماضي مبني على الفتح، العراقيون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، الباء حرف جر، الوحدة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، إيمانا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قرأت الدرس قراءتين، قرأت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء تاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الدرس قرأت لأن آن التاء درس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقراءتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. زين، عندنا المفعول فيه، المفعول فيه اسم منصوب، أيضا اسم منصوب يدل على الزمان أو المكان الذي حصل فيه الفعل، وهم قسمان، قد يكون ظرف زمان وقد يكون ظرف مكان. ظرف الزمان دائما ما يجي وراء كلمة، خلوها ببالكم، يذهب التلاميذ إلى المدرسة صباحا، صباحا، مساء، هاي كلها ظرف زمان. غربا، شرقا، شمالا، دير بالكم ايضا هذا ظرف زمان. او ظرف المكان هو اسم منصوب يدل على مكان حصول الفعل، مثل
حط العصفور فوق الشجرة، تحت الشجرة، أعلى الشجرة، هاي كلها ظروف مكان. زين، ضع ذن الظروف التالية في مكان المناسب. شوفوا، فوق صباح، ناحية، ظهرا، أماما. شوف، فوق هذا مكان، صباحا زمان، ناحية مكان، دير بالكم، ناحية مكان، مساء شتاء صيفا، لأن زمان خلوهن ببالكم، ظهرا زمان، أمام مكان. زين، فيقول يستيقظ التلميذ صباحا ويستعد للذهاب إلى المدرسة ويجد طعامه قد وضع فوق الطاولة، فإذا فرغ من تناوله أخذ حقيبته واتجه ناحية المدرسة، وبعد أداء مراسيم تحية العلم ينصرف هو وزملائه إلى الصف ويجلسون أمام المعلم لتلقي دروسهم، ثم يعودون ظهرا إلى منازلهم. هنا عندنا، ضع كل من الأفعال الآتية في جمل وادفعها بظرف مناسب. ركض اللاعبون أمام المدرب، شوفوا أمام هذا مكان. وقف الجندي خلف المدفع أمام. يقرأ التلميذ واجبه مساء زمان. يسير الكردوس أمام الضابط. يجلس التلاميذ أمام الأستاذ. يطوف الحجاج حول الكعبة. انتبهوا، حول هي أيضا ظرف مكان، حول الكعبة، حول الكعبة، خلوها ببالكم. ودائما ظرف المكان اللي يجي بعده، اللي يجي بعده مضاف إليه، يجي بعد شنو؟ مضاف إليه. جاء محمدا، هنا شوفوا، جاء محمدا لازم أقول عصرا، أنا مو أخلي ظرف زمان يفيد أقول عصرا. وصلت إلي الرسالة، لازم أقول صباحا. قابلت صديقي أمام المدرسة. زين، وهكذا أجيب على هذا الأساس. زين، أعرض ما يأتي. عاد الفلاح إلى البيت مساء. عاد فعل ماضي مبني على الفتح، الفلاح فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، إلى البيت إلى حرف جر، والبيت اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة. مساء مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. غرد البلبل فوق الغصن، غرد فعل ماضي مبني على الفتح، البلبل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فوق مفعول فيه ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والغصن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أيضا عندنا إعراب الفعل المضارع. أول شيء رفع الفعل المضارع، مثل ما تعرفون أعزائي الطلبة أن الفعل المضارع هو أحد أحرف كلمة أنيتو، خلوها ببالكم، أحرف كلمة أنيتو، بشرط أن هذه الأحرف الألف والنون والياء والتاء مو من أصل الكلمة. يعني مو مثل أكرم أقول هذا الألف إنه فعل مضارع، لا، إنه مو من أحرف الكلمة، إنه ذني من أخليهن أصير مثلا درس، إذا خل درس فعل ماضي أقول أدرس صار مضارع، أقول يدرس، ندرس، تدرس. شوفوا، يرفع الفعل المضارع وعلامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة. الفعل المضارع دائما يدل على الحاضر أو المستقبل، يعني الحالي، الشيء الحالي، يدرس الطالب الدرس، يعني الآن يدرس، هو في المستقبل هو يدرس. استخرج الأفعال المضارعة من الجمل التالية وأعربها. تساعد البنت أمها، شوفوا، تساعد فعل مضارع مرفوع بالضمة. عندي أنا أحب وطني، أحب من حب يحب، أحب، شوفوا إذا فعل مضارع الألف مو من أصل الكلمة، ففعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. أيضا نحترم فعل مضارع بالضمة. ينجز فعل مضارع بالضمة. يواظب فعل مضارع بالضمة. شوفوا هنا، يسعد فعل مضارع مرفوع بالضمة. أيضا أكمل الجمل هنا، نخلي أفعال. يزرع الفلاح الأرض. أنت تحترم المعلم. العاقل يبتعد عن الشر. تتفتح الأزهار في الربيع. هو يكتب واجبه بإتقان. أنا أدافع عن الحق دائما. دائما، فمو أقول أنا يدافع، أنا أدافع، لأن أنا متكلم. مثل من أقول نحن، أقول نحن ندافع. من أقول هي، أقول هي تدافع عن الحق دائما. هذا اللي لازم أنتم تعرفوه. يعني إحنا شو كنت نستخدم الألف والنون
والتاء إذا كنا تاء للمخاطبة والنون للمتكلم نحن المتكلمين جمع، والألف إذا أنا المتكلم، وللغائب أستخدم له يذهب أو يقرأ أو يدرس، وأخلي الياء. استعمل أفعال مضارعة في جمل مفيدة، يكافئ المدير المجتهد، تفرح الطالبة بنجاحها، يحب الطالب معلمه، يعود الغائب إلى أهله، ترسم سرى الخارطة. أعرب ما يأتي، يركض المتسابقون في الملعب، يركض فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، المتسابقون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم، في الملعب في حرف جر، والملعب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. تحترم التلاميذ المعلمات، تحترم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، التلميذات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم، المعلمات دائما المفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدل الفتحة لأن الكسرة دائما ينصب بها جمع المؤنث السالم. تشارك فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، إخلاص فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، في المعرض في حرف جر، والمعرض اسم مجرور بحرف الجر. هذا لهنا مراجعتنا خلصت، إن شاء الله راح نكمل في الأيام القادمة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.